مع احترامي لأخونا عبد اللطيف، لكن شوف لما أذكر هو قضية التاريخ أقول لك باختصار شديد، هناك ردة وهناك انقلاب على التاريخ وعلى الثورة الجزائرية. وأنا لا أريد أن أشخص، ولكن مدام ذكر أن الرجل للرجل تاريخ فلا بد أن يرد على هذا الكلام. السيد بوتفليقة نعم له تاريخ، له تاريخ في الاغتيالات السياسية، شارك في اغتيالات سياسية هذا معروف في فترة الستينات والسبعينات، وقد أذكر الأسماء إذا شئت، وشارك واتهمته الحكومة الجزائرية في بداية الثمانينات بنهب الأموال في الجريدة الرسمية الجزائرية، والجريدة موجودة، من أنه نهب أموال وزارة الخارجية الذي كان تحت تصرف، وهو في نفسه يقول أنه عاد جزء من هذه الأموال. إذن متهم بالسرقة رسميا من الدولة الجزائرية، ومتهم باغتيالات سياسية، هذا على التاريخ شخص. طبعا هناك اشياء لا اريد ان ادخل فيها، هذه اتهامات وليس لدينا من يرد عليك الان على الاقل. لا فقط لا، لانه قال انا لا اريد ان ادخل في ذلك، لكن لانه قال له تاريخ فاريد ان اذكر الناس بالتاريخ. الامر الثاني فيما يخص موقف فلسطين وما قاله زيجلر عليه والى اخره، يكفي ان نقول ان في السيد بوتفليقه في عهده ولاول مره في تاريخ الجزائر شاركت في مناورات مع اسرائيل، مع اسرائيل رفضت السويد ان تكون مشاركه فيها تحت إمارة الحلف الأطلسي، ولأول مرة في تاريخ الجزائر يجلس وزير الخارجية الجزائري مع الرئيس الإسرائيلي في باريس باسم الاتحاد من أجل المتوسط لأول مرة، ولأول مرة رئيس جزائري يلتقي رئيس إسرائيلي أو وزير أول إسرائيلي هو يهود باراك، كان سنة 99 في المغرب في جنازة الحسن الثاني، ولأول مرة الجزائر تشارك في احتلال بلد عربي اللي هو الصومال، وسقطت طائرة جزائرية في الصومال سنة 2006 وقتل فيها 6 من ضباط الطائرة، كانت تنقل قوات الاحتلال الإفريقية. ولأول مرة الجزائر تدخل في شراكة مع الحلف الأطلسي الذي كان مع فرنسا في تدمير الجزائر وفي تدمير الثورة الجزائرية، والقائمة طويلة، قائمة طويلة في السياسة الخارجية والانقلاب على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية.